شو دجاجة الماء جاية مقربة عندنا. خذ هادي ديبا هاي صايبة ناضي شد تا شد كندوي معاك هادي وجه غنمشيو ليها باش نصيبها حنا هذا عندنا ساعة الإخوان وسط من البحيرة ساعة واخيرا بعد معاناة قدينا لاطون ديالنا قدينا المسائل هنا الاخوان فين غادي ندوزو 24 ساعه وان شاء الله باذن الله هنا راه الصيد الاخوان تقريبا ممنوع ولكن غنشوف نحاول بما امكن انني نستعمل الصناره هنايا ونشوف شنو غادي نصيدو ان شاء الله باذن الله وغندوزو هادشي كامل في هاد 24 ساعه الاخوان صراحة دابا خاصني غير الحطب خاصني نجيبو من هذيك البلاصة غنمشي نجيب واحد الكمية ديال الحطب باش غادي نشعلو عويفية بالليل والمسائل البحيرة الإخوان للأسف أنها بدات كتنشف فهمتوا الإخوان قل فيها الماء ولا قليل الماء بزاف الخوش هذا هو اللي خايب بزاف كاع البحيرات في المغرب بداو كينشفوا لذلك الاخوان حاولوا تحافظوا على الماء الله يرحم لكم الوالدين حاولوا تحافظوا على الماء وضروري من الهاماك جينا حتى لهنايا البحيره خاصنا ضروري نديروا الهاماك نتارجحوا شويه قرب المياه لا تسقوا نتارجحوا ايه الى طحت الله يرحمني وعتا صحيحه يا سلام الله تنادي يا سلام واعره الله الراحه النفسيه الله دابا الاخوان بدا كيظلم الحال خاصني ضروري نجمع واحد الكميه ديال الحطب باش ندوز 24 ساعه في هاد البحيره وخصني ثاني نصيد بالليل خصني
شوف هاد اللعيبه الاخوان صحيحه شاد الديكور كيدير كيكون في الشجر هذا واقيلا هو داك العسل اللي كيتقطر من الشجر. وهاد الشجره الاخوان راه مهرسه هرس هذاك الزلزال اللي داز الاخوان هرس هاد الشجره هذه. والشجره ملي كتكبر بزاف كتهرس. بعد معاناة واحد الكمية ديال الحطب لا بأس بها كافياني هذه الليلة كاملة الله يجعل شي بركة. هذا هو التريب الإخوان كدير بزاف ديال لي زاكتيفيتي في نهار واحد الخوش ما كتبقاش محصور يعني ما كدير والو في الحياة كتجي كتسخن كتحركوا العضلات ديالك يعني كدوز واحد الوقيتة اللي زوينة وكتاخد تجربة في الحياة وكتاخد تحدي مع راسك أنك وجدتي الحطاب قادي شي لاطونج يعني كتعتمد على راسك. دابا هاد الحطيبات هادو كاملين غادي نديهم تقريبا واحد نقولوا واحد 800 متر بحال هكاك غنهزهم وغادي نمشيو. ليتس جو. يا بسم الله الله ها المهمة ديالي نشعلو دابا واحد العويفية وخا ما بديت الصيد دابا خصني ضروري نصيد. الا ما صيدتش الاخوان راه غادي نبات بالجوع انا داير تحدي. الا ما صيدتش انا راه هانية كنت كنسحب البحيرة عامرة بزاف ولكن ماشي مشكل المهم هو الاستمتاع. وعدنا التفاح والبنان والمسائل وعدنا الفطور ديال الصباح ولكن ما عندناش العشاء وجاب الله دخلنا في واحد الوقيته اللي معطله اما نبدا الصياده حيت معول نتعشى بالصيد ولكن ان الا ود احمد الا ما شدينا والو في هذه الليله ما كاين لا صيد لا والو وخاصنا الدوده خاصنا نشد الدوده بعدا. بسم الله نشعلوا العافيه. هذا الاخوان باش شعل العافيه هذا هو اللي حاء الشجر هذا دغيا كتشد فيه العافيه دغيا في البلاصه كنديروه هو الاول. شوف دغيا كيشد فيها الاخوان احسن حاجه باش تشعل العافيه هو اللحاء ديال الشجر. تقريبا من الصباح وانا كنصيد والو الخوت المحاوله باءت بالفشل. دابا الاخوان راه طاح واحد الكز ديال بصح غادي ناكلوا شي حاجه وندخلوا نعسوا الخوت قسما بالله حتى واحد البرد قارص ديال بصح عمرنا الدكه ديالها شاي ولكن راه المساند الرسمي الاخوان اليوم هو الطون. احسن اجواء هي ديال الخوت ملي كتكون البرد عليك بتشعل العافيه. هذا هو الحطب علاش مهم الخوت
الله، واه الحياة سعيدة. البريري ديالنا كيطيب على حقو طريقو، ايوا غادي نتعشاو بالطون ان شاء الله اليوم. ما كتابش اننا نصيدو الخوت من الصباح، انا كندير محاولات ولكن باء بالفشل، ما جبدت والو. داكشي علاش ما بغيتش نصور لكم انا كنلوح في النهار ونعاود نجبدها خاويه، ما بلانش الخوت ما كتابش، ولكن ماشي مشكل حتى الصباح نديرو شي محاوله اخرى. الاكتفاء الذاتي هو الليمون والبنان. ها انتما الليمون، اللهم بارك، جوج ليمونات، غادي ديري اربعه تفاحات. تفاحه شمال لكم اخوان، نشويه بحال اللي دار هذاك الكاوري، داك الطالياني اللي كنا تريبينا معاه ديك الحاله هذه في الصحراء. شمال لكم شويه، راه كيجي واعر مشوي. نجربوا التفاح مشوي، ترى كيجي ناضي، لكن كيبان لي ناكلو طبيعي اخويا بلا ما نخسرو. العويتيه ديالنا شاعله، البريري ديالنا كيطيب، واحد الاجواء واعره الخوت، قسما بالله اجواء يا سلام. لاطونط ديالنا ها هي، كنت كنصيد الاخوان اللي هي في البحيره، راه الهاماك باقا محطوطه ما بين شجر الهاماك. الاله الدبابه اللهم بارك، ترى واحد الكليسه ششه، شو على جو كيدير الخوت، يا سلام. خبزه قداش هذه؟ هذه المنطقه هذه كبيره خبزه، اللهم بارك. نقسمها وغندير الطون، غندير المساند الرسمي يا خوت، المساند الرسمي في هذه الرحله. ديما سبحان الله التريب كيكون عنده واحد المساند الرسمي. وعندنا هنايا الاخوان التفاح والبنان، راه خير مولانا تبارك الله، ما يجعل شي بركة. خبزة قداش؟ بسم الله، قناعة هي كل شيء، بسم الله. ايوا عرفت، واحد الكالم هنايا اللي مخيم هنا، راه بحال ما دار والو. خاصك تجي تخيم هنا اخويا ولا اختي اللي كتفرج فيا. وهادي خبزه 5 ندوزو للديسير. بسم الله، واه العصير، الليمون ديال العصير، ترى واحد البرد راه ما يمكنش. ودني جمدت. صبحوا على خير، حتى الصباح ان شاء الله نتلاقاو. صباح الخير خوتي، كنتمنى تكونوا بخير. صراحه واحد الليله دازت رائعه، ولكن الخوت عرفت واحد البرد كاين،
راه ما يمكنش، البرد قارس والثلج ثلج. البحيرة تلقاها جامدة دابا، ولكن الحمد لله داز 24 ساعة ناضية. دابا غنمشيو نوجد الفطور ديالي باش نمشيو ندخلو بواحد الفليك، ندخلو نبارطاجي معكم البحيرة من الداخل كيفاش دايرة. كاين ديك البيدارات غنكريوهم وندخلو بيهم. هنا كاين دجاج الما بزاف، شحال عوي فيه باش ندفاو. بسم الله. الله العافية، نعمة أخو، الله يجزيك نعمة، نعمة في البرد بزاف. لا عرف شو واحد البرد راه ما يمكنش، وراه دابا لحد الآن وبقى البرد، وما شعلت العافية وجمدت. البارحة تكون كانت تناقش شي حاجة 100%. شرا البرد، البرد ديالو بصح. جاب الله جايب الماناط وجايب كلشي، جايب الماناط جايب الساكوشاج وما دارو والو. بسم الله. ايوا الفطير ديالنا هذا شي واحد ما شحال ما بقى تريبا وبقى فيه الحال، علاش كنطيب دابا في البيض بحال هكا على العود؟ غيطيح حضاني، غيطيح هذاك الجال الاخر تكالت بزاف. واو صافي بركة، نسخنوها البريريد واحد شوي صافي، نحرك بعود. هاو راه محرك شي فيه، هاو راه قلعتو، غندير فوق منها الزيت العود. يا سلام ما بقاش كبيتي تخوى. خليها طيب. بسم الله. الله خبزة ديال الدار. يا قلت لك صحاب باش تضربهم، اجي تفطروا، اجي اجي تفطر. الله يحفظك، اجي تفطر. الله يحفظك. لا لا بصحتك امي، عافاك. بغينا نكريو هذيك الفلوكه ندخلوا بها. كي كريوها؟ ياك غادي نصيد بها. هذيك الصغيره راه هي ما عندهاش البش من الفوق. الصغيره؟ علاش؟ طير يا اللي كطير، اما الا شديتي الحمراء ولا الصفراء فدوات ثقيله ما تحرك منها حتى حاجه. صافي ها سير صيد بيه، سير دخل بيه للغابه ولا اكو كتف جهه ثانيه. نعم شوفي
ضربتها؟ دابا في البرد غير كنضرب كنقيسها وما كاين لي جبده. ياه تعوم عندها البرد. في الصيف كنقتلهم بالبي، كتعرف البي؟ البي البي والجباد يكون عندي ريش على قد الحال غير خفيف باش نجر باش يمشي. كنجبد كنعطيها السط البيه واخا ضربتها الرجل. تلاقيت مع متابعين في بحيرة ويوان، هادو هما الدراري ديال بحيرة ويوان، قول شي كلمة. ديروا افينو، ديروا افينو. الله يعاودك. شحال من نوع كاين في هذه البحيرة ديال الحوت؟ كاينه لاكار، لاكار كاين، الكاردو، الكاردو كاينه، لاطونش، لاطونش كاينه، الروتونغل، الروتونغل، لابيرش، لابيرش، والبيرش سولاي، والبيرش سولاي. هادو كاملين هاد الانواع كاينين في هذه البحيرة الاخوان. وقلتي لي هاد الصنارة ما دايره معايا والو ياك. انتي هادو دابا ولا الدومين قال لك هاد الحوت كاين هنايا كاين كبير، يعني في 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، خاصك شي حاجه كبيره، خاصني صناره كبيره، يعني هادي الضربه على الصغير. هذا هو الديفو الاخوان، ما خاصهاش تغرق، وهادي ما خاصهاش تغرق، تبقى غدا فوق الماء كتطفو. فهمت راه عندي هذيك. صافي دابا دويتي. والدراري الله يعمرها دار، البارح مشينا عندهم الاخوان الحانوت، عندهم حانوت عند الوالده ديالو حانوت، وكيبيعوا الخبز والمسائل. مشينا البارح بالليل الخوش، عندهم خبز ناضي ديال الدار، صراحه منطقه تستاهل انك تجي تزورها. ومواليها دراوش الاخوان الله يعمرها دار، كتنعس واحد النعسه يا سلام، ما كاينش اللي يجي زعزعك ولا يقول لك حتى شحال في الساعه، كتكالمه. وشكرا لك بزاف اخاي، شكرا الله يحفظك. انت سميتك محمد؟ محمد. انت قلتي لي منير، منير مشرفينا منير. من بعد الفطور الاخوان دابا غادي ندخلوا بواحد الفلوكه لهاد البحيره، وغادي نديرو نشوفوا راسنا واش نشدو شي حاجه بهاد الخيط ولا لا. المهم غير للاستمتاع، ماشي بالضروره اننا نصيدو، ونبارطاجيو معكم نيت البحيره الاخوان من هنايا. بحيره واعره، شوف لي اللاكي داير ما شاء الله، كاينين عيالات هنايا كيصابوا الطواجن، كيصابوا الخبز، كل شيء كاين هنايا. شوف ناضيه، السلام عليكم. جلسات واعرين، شو جلسة واعرة انفاس مع البحيرة. العود موجود هنا، الخوت شعل ديكور. يا سلام، هنا عيالات كيطيبوا الطواجن، يديروا اي حاجة هنا. هذا ياك مع كيطيح؟ لا ما كاين والو، ما دايره شي حاجه في جيبك؟ لا والو ما كاين والو. سوار الطوموبيل، لا حيد انت هاري هذاك السوار، ديرهم هنا. شوف حتى هذاك التليفون، هذا التليفون تاعو واحد بيضاني كيطلع من التقابيه. ياك صافي تما هنا. صافي عندك الديريكسيون هذا باش كتقيدي تقيدي. صافي يمين اليسار كتحط لي شي كتمشيني شي يتوب يتوب عليك. دابا غنمشي للور، رجعي باللور هكا. ويلي 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 الحياه، الله يتا الحياه. هذه كتوجه غنمشيو ليها باش نصيد احنا، هذا عندنا ساعة الإخوان وسط من البحيرة، ساعة راه ما ندورو. دابا سيري قدام، سيري قدام، يلا قدام قدام، واحد سبورتيف، خاصك تكون سبورتيف. دابا يا سلام غنمشيو نكتاشفو ليها الباطو، شو البحيرة من هنا كي دايرة ما شاء الله سبحان الله. هذه كدورة وسبور. خلينا حوايجنا في امان الله، باش مزيانة هاد البحيرة هادي كتخلي حوايجك، ما كاينش اللي يقول لك شحال الساعة، الدنيا مأمنة الاخوان بزاف. عرفتي واحد الاحساس واعر الاخوان، هذه هي البحيرة ويوان الخوت، جميلة جدا. يا سلام الاخوان، طلقت السبيب ديالي، دابا داير تقنيه الجر على مولانا، كانت شي حاجه راه غنشدوها، ما كان والو راه ما غنشدوهاش، راه نتمو غاديين وجارين الخيط ديالنا.
هذه التقنيه اللي كيديروا الرياس الكبار بحال هكا. كانت شي حجر غطلع. يا سلام وقت عياه. فكرونا الاخوان شو شو ما شاء الله راه هو في ناعس وراه وحدين اخرين راه ما في ناعسين. شو فكرون على فكرون ديال الماء شو ما شاء الله. الله الاخوان شو حد جاز لنا شو شو ما شاء الله شو حد جاز لنا واحد جاز لنا شو كدير شو كدير هاي هاي الاخوان شو كدير شو قارقة هذه وقيل سير حدا سير حدا سير حدا واحدة فكرون شو ما شاء الله فكرون سبحان الخالق شو ايه هربت هي شو شكي كدير جا الخطر هذه والده هذه قارقه هذه 100% شحال ديال الفكارن والله الا واحد الراحه نفسيه شو الفيو من هنا الخوت كيدير ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله على النعمه ديال الطبيعه اننا عندنا الطبيعه مزيانه في البلاد خاصك تخرج والديفوله قسما بالله حيت عندنا احسن طبيعه في العالم سبحان الله اللهم بارك واحد الراحه نفسيه ويلي 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 تبارك الله ها واحد دجاجه اخرى واحد دجاجه اخرى الاخوان شنو اللون ديالها سبحان الله كي دايره الدجاجه سبحان الخالق شو كي كدير ما شاء الله جمالا جمال الدجاج المال الاخوان في واحد الديكور ما يمكنش شو سبحان الله اللي مشات شو واحد الطائره الاخوان ناري كنت بنصوروا لكم الخوت ولكن عنده البيض هنا واقيله شو البط 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 والبط موجود وحط طائرة الإخوان غريبة ذاك اللي كيغطس راه كبير الخوت غريب الأطوار الصابانة هنا سبحان الخالق شو 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 على ديكور ما شاء الله سبحان الخالق تقطعت والله الا تقطعت الاخوان كنا بغا نصيد الساعه تقطعت دجاجة الماء جاية مقربة عندنا سبحان الله ناسيونال جيوغرافيا الإخوان سبحان الله شو كي كدير جيلتها والله لو حنا الاخوان عرفتي شحال ضربنا ديال الطريق وتسركنا هاد البحيره كامله الخوت فيها مناظر واعرين ديال البط فيها واحد النوع نادر ديال البط 100% غيكون هذاك البط المهاجر حمر فيه الحمر والقري سبحان الله وصلنا لواحد البلاصه اللي ما فيهاش العمق بزاف شو كي كيبان لكم
ما كاين لا عمق لا والو، ولكن هنايا كاين الرمال متحركه، يعني لا لا خشيتي رجليك هنا غتهود. بغينا نمشيو للضفه الاخرى الاخوان، يلا واحد جوج ثلاثه، واحد جوج ثلاثه. صافانا هنا صراحه دوزنا تجربه رائعه هنا في هذه بحيره شويوان. كنتمنى انه يعجبكم الفيديو، صراحه كنت باغي نصيد ولكن الاخوان راه الصيد راه انت وزهرك. الاخوان نتلاقاو في فيديو جديد ومغامره جديده وتجربه جديده ان شاء الله باذن الله. دابا حاليا حنا غنجمعوا الماتريال ديالنا وغادي نتحركوا. سبحان الله. انا ما كنصيد ما كنصيد، انا نعطيها لديك الدري دري ويش القصبة، نعطيه القصبة ديالي يتلهى فيها حتى نمشي نشري قصبة اخرى. هادي كادو من عندي يا مول العود، خود هادي ديبا هاي صايبه ناضي. شد حتى شد كندوي معاك. هادي قصبة ديالك بقى تصيد بها، راه دري ناضي غتجيو لبحيرة ويوان غادي تلقاوه هنايا. راه عطاني العود ندور بها الاخوان، صراحه دوزنا واحد التجربه رائعه هنايا وبصحتك القصيبه واللي صيد بها صافي.